جدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات العاملة في المجال الإنساني، وأكد لدى لقائه المدير الإقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي نايجل تريكس على أهمية دور المنظمات الإنسانية في دعم جهود الحكومة المتعلقة بتعزيز برنامج العودة الطوعية للاجئين خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب. التقت وزير الخارجية مريم الصادق المهدي بنظيرها المصري سامح شكري في نيويورك، واتفق الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة لحث مجلس الأمن الدولي على دعم المطالب المشروعة للبلدين للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي طالبه فيها باتخاذ موقف يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي. وقال العسومي إن نهر النيل نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له، وغير مقبول إطلاقا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب. أعلن وزير الصناعة إبراهيم الشيخ عن قيام مدينة لصناعة الجلود بمنطقة الجيلي ومدينة للغزل والنسيج بمنطقة الحاج عبدالله بولاية الجزيرة، وذلك عبر الشراكة مع شركة بولندية. ورحب الوزير بالزيارة المرتقبة لوفد من رجال الأعمال البولنديين خلال شهر أكتوبر المقبل للبلاد والذي يضم 25 شركة كبيرة. تصل ميناء بورت السودان نهاية يوليو الحالية الدفعة الثانية من قمح المعونة الأمريكية والبالغة 48 ألف طن من جملة 300 ألف طن تأتي تباعا. وقال مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة والتموين الفاتح عبد الله إن الكميات القادمة بجانب القمح المحلي والمستورد تغطي حاجة البلاد من القمح لهذا العام.